أسعد الله مساءكم بكل خير متابعينا متابعي طقس العرب في الأردن. أرحب بكم في هذه النشرة الجوية التي سنستعرض فيها تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة في عموم مناطق المملكة خلال 24 ساعة القادمة بإذن الله. نبدأ نشرتنا بتوقعات الجوية للعاصمة عمان. خلال هذه الليلة يسود طقس مستقر، 8 درجات مئوية، الملموسة 6، الرطوبة مرتفعة، والرياح تكون جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة. التوقعات الجوية لباقي مناطق المملكة اليوم غد، نبدأ بالمنطقة الشمالية حيث يسود طقس مستقر كما ذكرنا. ترتفع درجات الحرارة مع بدء تأثر المملكة بالجبهة الهوائية الدافئة قبل تأثيرات المنخفض الجوي اعتبارا من الخميس والجمعة. إربد 17 إلى 11، عجلون 16 إلى 10، عجرش 17 إلى 10، والمفرق 17 إلى 7 درجات مئوية. بالنسبة للمنطقة الوسطى، الزرقاء 18 إلى 8، عمان 17 إلى 8، البلقاء 17 إلى 10، مأدبة 17 إلى 8، والبحر الميت 23 إلى 14 درجة مئوية. المنطقة الجنوبية، الكرك 20 إلى 10، الطفيلة 18 إلى 9، الشوبك 17 إلى 7، معان 20 إلى 5، والعقبة 26 إلى 12. أخيرا المنطقة الشرقية، الأزرق 19 إلى 6، الصفاوي 19 إلى 6 أيضا، ورويش 22 إلى 6 درجات مئوية. بهذا نهاية نشرتنا، إلى اللقاء.